أكثر من 50,000 نسمة من السكان الأصليين والنازحين إلى بلدة تفتناز هجروا هذه البلدة بسبب القصف الكثيف والعنيف من قبل الطائرات الحربية التابعة للسلاح الجوي الروسي، بالإضافة للطائرات الحربية التابعة لقوات النظام والبراميل المتفجرة. اعتمدت سياسة الأرض المحروقة بتدمير هذه البلدة بشكل كامل حتى أصبحت بلدة منكوبة. المعارك التي دارت على أطرافها الجنوبية وتحديداً بقرية آفس أدت إلى اتباع قوات النظام والقوات الروسية والقوات الإيرانية إلى اتباع سياسة الأرض المحروقة لتصبح مدينة عبارة عن أنقاض متراكمة. هنا كما نشاهد هذه المنطقة التي تعتبر منطقة منكوبة ومدمرة بشكل شبه كامل. هذا ما نتج عن هذا القصف الكثيف والعنيف على هذه المنطقة. سكان هذه البلدة بعض منهم ما زال في هذه البلدة آثر الخروج بسبب عدم وجود مكان ينزحون إليه. القصف طال معظم الأحياء السكنية هنا في بلدة تفتناز، بالإضافة إلى المرافق العامة كما نشاهد بالصورة خلفنا تماما، قصف المدرسة، قصف إحدى المدارس هنا أيضا في بلدة تفتناز التي كان أيضا تعتبر من المدارس التي تدرس بها الطلاب والنازحين ومن السكان الأصليين. إذن هذا هو حال بلدة تفتناز بريف إدلب الشرقي. معز عباس، شبكة بلدي.